وتحظى العلاقات البحرينية الإماراتية باهتمام كبير ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربة والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. أخوة ثابتة دائمة وراسخة هي تلك السمات التي ميزت علاقة مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبكثير من الألفة والمودة والمحبة خط المغفور لهما بإذن الله تعالى الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان السطور الأولى من علاقة فريدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وأرسوا دعائمها الراسخة. فكان من بعدهم قادة لا يفرطون بما تحقق على يد الآباء، فعزز هذه العلاقة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشقيقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتي بات يشار إليها بالبنان، كما كان لحكومتي البلدين الموقرتين دورا بارزا أيضا في توثيق عرى التعاون وازدهار العلاقات. وانطلاقا من هذه الإرادة الصادقة بتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين وبسعي دؤوب، استطاع البلدان مد مزيد من جسور الأخوة للسمو بهذه العلاقة التي تتكئ على تاريخ تمتد جذوره لعقود طويلة في إطار عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب والمصاهرة ووشائج القربة، عطفا عن الروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي بلغت مرحلة إنسانية سامية. وكان من ثمار تلك العلاقة اللجنة البحرينية الإماراتية العليا التي جاء قرار إنشائها قبل 16 عاما بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة التي تبرز مدى التلاحم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يحقق التكامل المنشود. ولمملكة البحرين موقف ثابت داعم لحق الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما لعبت الإمارات دورا مهما في دعم ومساندة قضايا البحرين ودعم الاستقرار وتحقيق مزيد من النمو والعمران. ومن منطلق الحفاظ على المكتسبات الوطنية جاءت مشاركة الإمارات الفاعلة إلى جانب شقيقاتها الخليجية في تمرين أمن الخليج العربي الأول بمملكة البحرين، لتكون علامة بارزة على التعاون والتنسيق الأمني عالي المستوى، وليحافظوا على كيانهم الخليجي الجامع ويرتقوا به فيكون أحد الكيانات الدولية المرموقة والموثوقة. أما في محيطهما الإقليمي فكان التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين من منطلق إيمانهما بالبعد العربي والإسلامي، فضلا عن تطابق مواقف البلدين، وذلك ما دعاهما في إطار المصير المشترك والوحدة العربية والإسلامية إلى المشاركة في التحالف العربي الذي يسعى في بسط الأمن وإعادة الشرعية للأراضي اليمنية التي تتعرض لاختراق سافر من خلال التدخلات الخارجية ذات المآرب والأطماع الدنيئة. وبلا كلل أو ملل تواصل البحرين والإمارات العمل الدؤوب لتحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين في النمو والنهضة وبما يعود على البلدين بالخير والرخاء والرفاه.